أهلا بكم مشاهدينا الكرام. اقترحت الصين ترقية العلاقات الثنائية بين الصين وأفريقيا إلى الشراكة التعاونية الاستراتيجية الشاملة. جاء ذلك خلال خطاب الرئيس الصيني شي جين بينغ في الجلسة الافتتاحية من قمة منتدى التعاون بين الصين وأفريقيا في مدينة جوهانسبرغ جنوب أفريقيا يوم الجمعة. كما اقترح الرئيس السعي للتنمية المشتركة بين الصين وأفريقيا. تعد زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لإفريقيا زيارة لتأكيد جدول الصين طويل الأمد حول هذه القارة. وخلال الجلسة الافتتاحية من قمة منتدى التعاون بين الصين وإفريقيا التي عقدت في جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ أن بلاده ستقدم دعماً مالياً يبلغ قيمته 60 مليار دولار أمريكي لدعم مشاريع التعاون بين الجانبين. من أجل دفع بناء الشراكة التعاونية الاستراتيجية الشاملة إلى الأمام، ترغب الصين في تنفيذ 10 مشاريع للتعاون مع أفريقيا خلال السنوات الثلاث المقبلة. تغطي المشاريع مختلف المجالات بما فيها الصناعة والتجارة والزراعة وتخفيف حدث الفقر والأمن. يذكر أن الصين هي أكبر شريك تجاري بالنسبة لإفريقيا. بلغ حجم التجارة بين الجانبين 220 مليار دولار أمريكي في العام الماضي، ولكن في ظل تباطؤ اقتصاد البلاد انخفض استثمار الصين المباشر في إفريقيا بنسبة حوالي 40% في النصف الأول من العام الجاري. هذا وقال الرئيس شي إن الصين سوف تزيد استثمارها إضافة إلى بناء الطرق والموانئ والسكك الحديدية في إفريقيا. بلغت العلاقات الصينية الأفريقية في الوقت الراهن مرحلة نمو غير مسبوقة في التاريخ، لذلك ينبغي علينا اتخاذ الأمور من منظور طويل الأجل لنحقق خطوات جريئة. دعونا نتكاتف ونجمع الرؤية والقوة من 2.4 مليار شخص من الصينيين والأفارقة من أجل فتح عهد جديد للتعاون للفوز المشترك والتنمية المشتركة بين الجانبين. تم وضع خطط ملموسة على هامش اجتماع منتدى التعاون بين الصين وإفريقيا. وخلال حضوره لاجتماع الحوار رفيع المستوى لرجال الأعمال الصينيين والأفارقة، أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ عن أمل الصين في تقاسم تجارب تصنيعها مع البلدان الإفريقية ومساعدتها على النهوض بالتصنيع الخاص بها. إن الصين على استعداد لتقاسم التكنولوجيا المتقدمة والمطبقة مع الجانب الأفريقي بدون أي تحفظ، وربط الصناعات التنافسية الصينية مع الاحتياجات الأفريقية للتنمية، وتعميق التعاون الصناعي من أجل المساعدة على تحسين نوعية القوة العاملة في أفريقيا وخلق فرص عمل فيها وتعزيز قوتها الذاتية للتنمية الاقتصادية. وفضلا عن ذلك، شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ على أهمية التركيز على التنمية المنخفضة الكربون والمستدامة حول التعاون الصيني الإفريقي. كما أعلن خططا لمساعدة البلدان الإفريقية على تحسين الزراعة ومكافحة الأمراض والتطرف والعنف. التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم السبت في جوهانسبرغ قادة من 17 دولة أفريقية على هامش حضوره منتدى التعاون بين الصين وأفريقيا. وأشار القادة الأفارقة إلى أن القارة الأفريقية استفادت من التعاون الثنائي بين الصين وأفريقيا، وأن المبادرة بشأن إجراء التعاون بين الجنوب والجنوب وخطط التعاون الرئيسية العشر التي أعلنتها الصين خلال قمة منتدى التعاون بين الصين وأفريقيا تتفق جميعها مع متطلبات التنمية الإفريقية. من جانبه أطلع الرئيس القادة على الأوضاع الحالية التي يواجهها الاقتصاد الصيني، إضافة إلى أحدث خطة تنمية للبلاد. وأضاف شي أن الصين وأفريقيا بحاجة لبعضهما البعض، لأن كل منهما يتمم بما لديه النواقص الموجودة عند الآخر. كما وعد الرئيس بأن تدعم الصين سعي أفريقيا للتنمية المستدامة وتشجيع المزيد من الشركات الصينية على الاستثمار في القارة. خلال منتدى التعاون الصيني الأفريقي عقد اجتماع منظمة سيدات أفريقيا الأوليات ضد فيروس HIV
والإيدز في جوهانسبرغ. المنظمة تتكون من 40 سيدة أولى في الدول الأفريقية تجمعت معا لإطلاق صوت لمن لا صوت لهم في النضال ضد فيروس الإيدز. بان ليوان عقيلة الرئيس الصيني شي جين بينغ حضرت الاجتماع وألقت كلمة مهمة. تسعى منظمة سيدات الأوليات إلى استخدام قدراتها من أجل تحسين معيشة الأسر المتضررة عبر الدعوة والتعبئة الاجتماعية وتعبئة الموارد. وعقيلة الرئيس شي بن ليوان سفيرة للنوايا الحسنة لمنظمة الصحة العالمية في مكافحة السل والإيدز. وإحدى المهام الرئيسية للسيدة الصينية الأولى هي دفع التعاون بين الصين والدول الأخرى في الوقاية من HIV الإيدز، وكذلك السيطرة عليه كجزء من النضال العالمي ضد المرض. ستقاطم الصين دعما ماليا لدول أفريقيا، وستدعم أمم متحدة ومنظمة الصحة العالمية في تنفيذ مشاريع متعلقة بمكافحة إيدز في أفريقيا، وسندعم مشاريع بنية تحتية مثل تلك. وأنا على ثقة بأنه طالما يمكن لكل دولة والمجتمع الدولي العمل يدا بيد، من الممكن تحقيق هدف متمثل في معدل إصابة بإيدز يساوي صفرا في المستقبل، لنعمل معا من أجل صحة عامة للبشرية ومن أجل بناء عالم خالي من إيدز. يعد الإيدز أحد الأسباب الرئيسية للموت في أفريقيا، وعلى الرغم من أنه يشكل أقل من 15% من إجمالي تعداد السكان العالمي، يشكل الأفارقة نحو 70% ممن يعيشون مع HIV ويموتون بسبب الإيدز. وقالت بين إن الصين ستواصل تقديم التدريب الطبي إلى الموظفين الأفارقة مثل السابق، مضيفة أنه يجب على المنظمات المعنية تعزيز الوعي العام حول الإيدز بشكل أفضل وإيلاء المزيد من الاهتمام بالصحة وتكثيف التعليم حول الإيدز للشباب. وحضرت الاجتماع أيضا المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية مارغريت شان فون فو تشون، وأجادت بجهود السيدات الأوليات في مجال مكافحة الإيدز. السيدات الأوليات، دعوني أشكركم على هدفكم المشترك في جيل خالي من إيدز. هذا هدف قابل للتحقيق. صدف الأول من ديسمبر الذكرى 28 ليوم الإيدز العالمي، وقالت الأمم المتحدة إن العالم أحرز تقدما مهما في العلاج والوقاية من الإيدز منذ اكتشاف الفيروس عام 1984، لكن المرض ما زال يشكل تحديا للصحة العامة العالمية ويؤثر على 36,900,000 شخص. أهلا بكم. قدم رئيس الصين شي جين بينغ في الرابع من هذا الشهر خطابا رئيسيا في مراسم افتتاح قمة جوهانسبرغ لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي، حيث دعا فيه إلى رفع العلاقات الصينية الأفريقية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة والتركيز على تنفيذ 10 برامج للتعاون في السنوات الثلاث المقبلة. وأثنى رئيس نيجيريا وناميبيا على خطاب الرئيس شي، وقال إن الصين وأفريقيا تربطهما صداقة حقيقية، ويحظى التعاون الصيني الأفريقي بفرصة تاريخية نادرة. كلمة الرئيس كانت شاملة، كما قال بنيويورك في سبتمبر من هذا العام إن الشركات الصينية قد مدت جذورها في نيجيريا، ولقد أثبتت الوقائع أن الاستثمارات الصينية مهمة جدا بالنسبة لإفريقيا، واستفادت نيجيريا منها كثيرا، فشكرا لهم على كل ما قدموه. خطاب الرئيس الصيني شي جين بينغ له أهمية استثنائية، وهو الصديق المخلص لأفريقيا، ونؤمن أن الصداقة بين الصين وأفريقيا حقيقية، ولا يكفي وصف علاقتنا بالصين بكلمة وثيقة، وإني أتطلع لزيارة الرئيس شي لناميبيا، وهذا أمر مهم جدا بالنسبة لنا. ثمن الحاضرون لقمة جوهانسبرغ الخطاب الذي ألقاه الرئيس الصيني شي جين بينغ في حفل افتتاح منتدى التعاون الصيني الأفريقي في جوهانسبرغ، قائلين أنه يجسد عزيمة الصين الثابتة ونيتها المخلصة في تطوير العلاقات الودية مع أفريقيا. قال رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما إن سلسلة المبادرات وخطط التعاون التي طرحها الرئيس شي
قال رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما إن سلسلة المبادرات وخطط التعاون التي طرحها الرئيس شي في خطابه تجسد مكانة الصين الدولية وجهودها في الحفاظ على السلام العالمي وتنميته ولمفهوم تقدم الصين وأفريقيا يدا بيد. وفي هذه القمة أظهر الجانبان الصيني والأفريقي الإرادة لبناء الشراكة الشاملة مجددا سعيا للفوز المشترك من خلال التعاون والتنمية المشتركة. وذكر الحاضرون أن مضمون خطاب الرئيس شي شامل ودقيق ولم يتفق مع ظروف أفريقيا الحقيقية فحسب، بل يذكر بضرورة تطوير العلاقات الصينية الأفريقية. أظن أن خطاب رئيس شي مشجع جدا، ولا سيما في موضوع تطوير التعاون بين الصين وإفريقيا. أعلن عن برامج تعاون كثيرة وأكد على وجوب اهتمام إفريقيا بحماية البيئة الإيكولوجية أثناء سعيها لتسنيع، مما يظهر مسؤولية الصين القوية في التنمية مع إفريقيا، إضافة إلى انتقال منتدى تعاون الصين الإفريقي إلى مستوى جديد. خطاب الرئيس شي أفضل خطاب استمعت إليه. إنه يتضمن حلولا لكافة المشاكل التي تواجهها القارة الأفريقية. ذكر الرئيس شي بعض القضايا المفصلة والخاصة بأفريقيا، مقدما حلولا وأموالا وموارد بشرية، وهذا يعني أنه يمكن للخبراء الصينيين حل المشاكل الأفريقية مع الخبراء الأفارقة في إطار ثنائي أو في إطار العالم بأسره. اقترح الرئيس الصيني شي جين بينغ في خطابه الذي ألقاه في حفل افتتاح منتدى التعاون الصيني الأفريقي بأن الصين ستركز على تنفيذ 10 مشاريع رئيسية مع الجانب الأفريقي خلال السنوات الثلاث المقبلة، الأمر الذي حظي بترحيب حار من قبل الاتحاد الأفريقي. تسعى المشاريع 10 لدعم الجهود الأفريقية لتسريع عمليات التصنيع والتحديث الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة الذاتية. ولضمان تنفيذ المشاريع بشكل سلس، قررت الصين تقديم ما مجموعه 60 مليار دولار أمريكي لإفريقيا، وحظيت سلسلة من المبادرات الصينية بترحيب حار من قبل الاتحاد الإفريقي. التعاون بين الصين والقارة الإفريقية له تاريخ عميق وطويل، خاصة في مجال بناء البنية التحتية. لقد تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن البنية التحتية بين الصين والاتحاد الإفريقي، بما في ذلك بناء شبكة الطرق والسكك الحديدية والطيران. نأمل أن يحقق التعاون في هذه المجالات نتائج ملموسة. كما قالت المفوضة أن الصين قامت بأعمال كثيرة في مجال تدريب المواهب خلال السنوات الأخيرة، ما يوفر الدعم المناسب لإفريقيا في حال حصل لديها نقص في المواهب. أنا متأكدة من أن هذا سيعطينا دعما كبيرا، لا سيما في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. من المعروف أن الخبراء الصينيين محترفون، نحن نستفيد من تجربتهم كثيرا، خاصة في القوانين واللوائح المتعلقة بالإنترنت، وتبادل التجارب والخبرات معهم أمر مهم جدا. حضر الرئيس الصيني شي جين بينغ مؤخرا قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي التي أحرزت نتائج مثمرة، ما حظي باهتمام بالغ وتقدير عال من قبل خبراء في دول مختلفة. نجاح مجموعة البريكس في الفترة الأخيرة دفع كثير من الاقتصادات الوطنية والإقليمية إلى التوحد. تجري الصين تعاون سلمي مع الدول الأفريقية على أساس احترام متبادل. لا يقتصر التعاون الصيني والأفريقي على مستوى الحكومات، بل إنه قائم على التبادلات بين الدول والشعب، مما يشكل أساسا للتعاون الطويل المدى ويساعد على تحسين معيشة الشعب الأفريقي وخلق بيئة أفضل بالنسبة له. وهذا يجسد مفهوم التعاون وتحقيق الفوز المشترك الذي طرحه رئيس الصين شي جين بينغ. كانت البلدان الأفريقية قد شهد مثل الصين فترة طويلة من الاستعمار والتدخل الأجنبي والفقر والانقسام. أعتقد أنه يمكن للدول الأفريقية أن تتعامل من تجربة الصين لتحقيق استقرار سياسي وتنمية اقتصادية.
كما أشار الخبير الأفغاني إلى أن الصين قررت توفير 60 مليار دولار أمريكي في مشاريع تعاونية رئيسية بين الصين وأفريقيا، ما يساعد البلدان الإفريقية على تعزيز قدرتها في التنمية الذاتية بشكل أفضل. أعتقد أن هذا استثمار مهم جدا بالنسبة لأفريقيا، لأنه مفتاح التنمية في القارة الأفريقية. على سبيل المثال، تعد الزراعة أحد المجالات الهامة. إذا كانت أفريقيا تتمكن من تنمية زراعتها، ستكون الزراعة صناعة تنافسية رئيسية، مما يساهم في زيادة إمدادات الغذاء العالمي. هذا وتشكل أفريقيا جزءا هاما من مبادرة الحزام والطريق الصينية، كما ستستفيد البلدان الأفريقية من زيادة التواصل والترابط التي جلبتها خطة هذه المبادرة. تخطط الصين لإعادة إرساء طريق الحرير البحري للقرن 21 كطريق يربط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا بحرا، وستأخذ من مينائي مومبوسا ولامو في كينيا موقعين هامين لتوسيع التجارة والتواصل مع القارة السمراء. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، دعت بكين إلى زيادة التبادلات بين البلدان الأفريقية وكذلك تفاعلها مع الصين. هذا وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الاستثمارات الصينية في القارة الأفريقية تجاوز 240 مليار دولار أمريكي في عام 2014، ويزداد هذا العدد بمعدل 16% سنوياً. وفيما يخص التركيز الرئيسي للاستثمارات الصينية، فينصب على البنى التحتية، وخاصة بناء شبكات السكك الحديدية والطرق السريعة والطيران الإقليمي. وتشمل المجالات الاستثمارية الأخرى قطاع الطاقة والصناعة التحويلية. في 22 من شهر نوفمبر الماضي، احتفل شباب من 37 دولة أفريقية و30 جامعة صينية باختتام المسابقة المعرفية للصداقة الصينية الإفريقية التي تندرج ضمن جسر اللغة الصينية، والتي يشرف على تنظيمها معهد كونفوشيوس ولجنة المتابعة الصينية التابعة لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي في جامعة اللغات والثقافة ببكين. وحضر 34 دبلوماسيا من السفارات ل 29 دولة إفريقية لدى الصين نهائيات هذه المسابقة. في المسابقة الأولى تحت عنوان المشاعر بين الصين وإفريقيا، كان ينبغي على المشاركين الأفارقة والصينيين الإجابة بسرعة عن الأسئلة التي طرحها مقدم المسابقة. وتمحور جميع الأسئلة عن تاريخ التبادلات بين الصين وإفريقيا والمعارف حول مجالات الجغرافيا والسياسة والاقتصاد والثقافة ومجالات أخرى، مما يعكس المشاعر العميقة بين الصين وإفريقيا. وكان موضوع المسابقة الثانية القلوب المترابطة، وانقسم جميع المشاركين إلى 4 مجموعات لتقديم مقاطع درامية حديثة قصيرة تسمى برحلات أسطورة شانخ الجديدة إلى المحيط الهندي، وذلك يجمع الأحداث الهامة في تاريخ التبادلات بين الصين وإفريقيا والمصطلحات الحديثة، مما يسلط الضوء على الثقافة الصينية القديمة الرائعة. وبعد ذلك قدم 6 مشاركين من مجموعتين خطبا على التوالي بعنوان أنا بعد 30 سنة. وحسب التجربة الشخصية، حكى المشاركون الصينيون والأفارقة قصصهم حول معرفة الصين والثقافة الصينية، وأعربوا عن رؤيتهم للمستقبل المشرق. وفي النهاية فازت مجموعة تسلق القمة بشجاعة بالمسابقة النهائية. واختتمت هذه الدورة من المسابقة المعرفية للصداقة الصينية الإفريقية التي تندرج ضمن جسر اللغة الصينية بالتصفيق الحار من قبل الحاضرين، وذلك لنجاح المسابقة وللدور الذي ستلعبه في تعزيز التبادلات الوثيقة على المستوى الثقافي بين الصين وإفريقيا، كما ستضفي حيوية جديدة على جسر الصداقة المتينة بين الصين وإفريقيا. أهلا بكم. أعلن تنظيم الدولة الإسلامية في بيان أن منفذي هجوم كاليفورنيا في الولايات المتحدة من أنصار التنظيم. وقالت إذاعة البيان التابعة للتنظيم على الإنترنت يوم السبت إن 2 من أنصاره نفذا هجوم كاليفورنيا يوم الأربعاء الماضي خلال حفل لمؤسسة لذوي الاحتياجات الخاصة. هذا وكانت وكالة أنباء تدعم داعش قالت أمس الجمعة إن المهاجمين من أنصار التنظيم. وكان البث الإذاعي هو الادعاء الأول من قبل الجماعة نفسها. وقالت مصادر حكومية أمريكية أنه ليس هناك دليل على أن الهجوم نفذ بناء على أوامر التنظيم،
أو أن التنظيم يعلن حتى أو يعلم حتى من هما المهاجمان. أما مكتب التحقيقات الفيدرالي فقد قال إن للتحقيقات في الهجمات ترجح فرضية أن يكون الهجوم عملا إرهابيا، لكنه أضاف أن لا شيء يدل على أن القاتلين كانا جزءا من مجموعة منظمة واسعة أو خفية. وقال مصدر من إنفاذ القانون الفيدرالي أن الزوج كان على اتصال باثنين على الأقل من الجماعات المسلحة في الخارج، بما في ذلك جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة في سوريا. يذكر أن الزوجين سيد رضوان فاروق البالغ من العمر 28 عاما وتاشفين مالك البالغة 29 عاما كان قد أطلقا النار على 14 شخصا في مدينة سان برناردينو جنوب كاليفورنيا يوم الأربعاء الماضي، وتوفيا بعد ساعات من الهجوم في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة. أعلنت القوات الجوية الأمريكية مؤخرا بيانا يفيد بأن الغارات الجوية التي استهدفت التنظيمات المتطرفة داخل سوريا قد استمرت 15 شهرا ما أدى إلى نقص الذخيرة، وتأمل الحكومة أن تخصص مزيدا من الأموال في أقرب وقت ممكن لتغطية ما تحتاج إليه القوات الأمريكية من ذخيرة. في هذا البيان أعلنت القوات الجوية الأمريكية أنها استهلكت كمية هائلة من الذخائر وتجاوزت الكمية بشكل كبير في الغارات الجوية التي استهدفت التنظيمات المتطرفة داخل سوريا والعراق. وقد استخدمت القوات الجوية القاذفة B-1 والمقاتلة F-15 في الغارات، وأطلقت نحو 20,000 صاروخ أو قذيفة، فقلت كمية المخزون عن الكمية المطلوبة للقوات الجوية. هذا وتدعو القوات الجوية للحكومة إلى زيادة التمويل وتأمل في تسريع إنتاج الذخائر. كما قال أحد المسؤولين في القوات الجوية الأمريكية إن عملية الموافقة على التمويل ستستغرق فترة معينة، لذلك فقد تواجه القوات الجوية الأمريكية نفاد الذخيرة في المستقبل. حظي البيان بانتقادات الجمهوريين بأن الرئيس أوباما حذر جدا في مكافحة التنظيمات المتطرفة، ويجب على الولايات المتحدة أن تتخذ تدابير أكثر صرامة لتقوية ضرباتها. قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يوم الجمعة خلال زيارته إلى اليونان إن المعارضة المسلحة السورية تحت رعاية الدول الغربية قد تتعاون مع قوات الحكومة السورية في مكافحة المنظمات الإرهابية، وهذا التعاون ليس بالضرورة القيام به على أساس استقالة الرئيس السوري بشار الأسد. سئل جون كيري في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية اليوناني كولا ساكوتزياس إذا كانت قوات الحكومة السورية والمعارضة المسلحة في سوريا تشاركان في عمليات مكافحة المنظمات المتطرفة، وهل هذا التعاون من المؤكد أن القيام به على أساس تنحي بشار الأسد؟ رد كيري غير مؤكد. أما مصير الرئيس السوري بشار الأسد فأعتقد أن مستقبله واضح. الآن ليس بالضرورة أن يتنحى بشار الأسد. أضاف كيري أنه ذكر هذه البيانات لأن هناك طريقا لحل الأزمة السورية، ولذلك فإن المعارضة السورية عندها ثقة في مكافحة المنظمات المتطرفة ولا يرون أنهم يقومون بمساعدة وحماية بشار. وردا على ذلك قال مسؤول أمريكي إن كيري نقل معلومات تفيد بأنه لا داعي من أن يتنحى بشار فورا، وهو ما يعني الانتقال السياسي في سوريا، وأنه لدينا اتجاه واضح، وكانت الولايات المتحدة وروسيا غير قادرتين على التوصل إلى توافق في الآراء بشأن مصير بشار، حيث أصرت الولايات المتحدة على أن يتنحى بشار من أجل تحقيق انتقال سياسي، وترى روسيا أن مصير بشار يقرره الشعب السوري. ولكن منذ العام الماضي بدأت الولايات المتحدة شن غارات جوية لمكافحة المنظمات المتطرفة في العراق وسوريا، ولم تصر على هذا الطلب. هذا ما لدينا حتى الساعة، شكرا للمتابعة ودمتم بخير.